البرنامج الكامل لمباريات ميلان الودية خلال استراحة كأس العالم. من المقرر أن يلعب ميلان 4 مباريات ودية في وقت قريب جدا للحفاظ على لياقته البدنية خلال كأس العالم قطر 2022، وقد تم الانتهاء من البرنامج الآن. كما ذكر موقع أخبار ميلان، سيبدأ الروسونيرية قريبا مبارياتهم الودية التي ستضم لاعبين لم يشاركوا في كأس العالم أو سيعودون قريبا بعد إقصائهم. تبدأ المباريات يوم الخميس عندما يلتقي ميلان مع لوميزان في مركز ميلان ليلو الرياضي. هم حاليا في صدارة المجموعة بي في سيري دي، ويوم السبت يغادر الفريق متوجها إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في كأس السوبر دبي. هذا هو المكان الذي سيواجه فيه ديابولو في 13 ديسمبر أرسنال، قبل أن يلعب ضد ليفربول في 16 ديسمبر. سيعود ميلان إلى إيطاليا في 20 ديسمبر، ثم في 30 ديسمبر مباراة ضد آيندهوفن تنتظر اللاعبين، وستقام تلك المباراة في هولندا.